مشاهدي شوف ديفيد، بارك الله عليكم في هذا البث المباشر الليلي. تحية طيبة للجميع، نتمنى إن شاء الله كل شيء يكون بخير وعلى خير في الدردشة الليلية. طبيعة الحال كنحييكم من عاصمة الشرق مدينة وجدة. اليوم اخترت واحد الموضوع اللي بزاف تاع الناس، يعني واحد الطبيعة اللي كاينة بزاف تاع الناس، مجموعة تاع الناس اللي كيتعاطوا القمار بجميع أنواع. يعني يا ما كندوزو مثلا في مقاهي كتلقى الناس متجمعين كيلعبوا هذاك الشيء اللي كيسميوه التيرسي ديال العواد، كاين بعد لي كيوسك اللي كيلعبوا هذاك الشيء تاع الكره توتو فوت، مهم مجموعه تاع الامور. هادو يعني الطبقه الفقيره. كاين كذلك بعد الناس اللي كيقمروا يلعبوا هذاك الشيء تاع الكارطه الرامي وبمبالغ ماليه كبيره يعني. وكذلك كاين الناس اللي كيمشيو للكازينويات. هاد الناس، هاد الفئه اللي كتمشي للكازينويات صراحه اللي هي اللي غادي نحاول نركز عليها، لانه كنعرف انايا بعد انا ناس اللي كانوا عندهم يعني لي مليار ديال لي مليار، وفي الاخر رجعوا زيرو درهم بسبب ديال هذاك الطبيعه ديالهم ديال القمار في الكازينويات. صراحه كتبدا نهار الاول غير ضحك وغير كتجربه، ولكن البلية الله يستر ديال القمر صعيبه بزاف. لانه علاش؟ العاب الحظ دائما كتبقى تمني راسك انه غادي تربح. كتلعب 50 مره كتربح مره، كتلعب 100 مره كتربح مره، وتقدر تربح مبالغ ماليه وكيبان لك نتايا بلي انه راك كتربح، ولكن هي في الحقيقه انك كتخسر بزاف ديال الفلوس. كاين بعض الناس اللي كنشوفهم كيحيدوا من الرزق ديال وليداتهم، خصو كل يوم ماشي للقهوه حاضر الطاولو ديال العواد يعود يربح. هذا كارلوس، هذا ميتوس، هذا فيتوس، هذا خيتوس. نتمنى انه تبارطاجيو معنا هذا المباشر طبيعة الحال باش الناس تستافد معنا. اذا كنشوف الناس اللي واعيين وقارين وكيلعبوا القمر. ان القمر اصلا في الدين حرام، وكيخرج على عائلات. كان اللي يقدر يخسر حتى 200 درهم في النهار غير ديال القمر. هذا الانسان العادي كيقولوا تقولوا الزوجه ديالو ولا الام ديالو راه خصها مصروف ولا شي حاجه، كي ما عنديش والله ما عندي، بغيتو تقطعوني، بغيتو هادي للاسف. ودائما هذاك المبلغ المادي المالي كيمشي يخسرو في القمر، اما في العواد ولا في الكره ولا في مجموعه نتاع الامور. غادي نعاود لكم على واحد الملياردير هنا في مدينه وجده اللي كان شنو نقول من نوع بعدا اللي كاري سويت في ان اوتيل 5 ايطوال على العام. باش تكري سويت في ان اوتيل 5 ايطوال على العام راه خصها كما كنقولوا حنايا خصها ميزانيه كبيره. بهذا المعنى سيد كان خدام لي بروجي، ما غاديش نقول الخدمه ديالو، عنده شركه اكس وصافي، ما غاديش نقول الدومين ديالها باش ما كما نقولوا حنايا لينا الناس تاع وجده عارفين هذه القصه هذه. وكاين بزاف من النوعيه، المهم هذا غير كمثال. ولكن السيد كان من النوع اللي كيقمر كازينويات، كيلعبوا الكارطا، يلعبوا البوكر، يلعبوا مجموعه تاع الامور. في الاخر رجع كيتلاقى مع شي ناس. كاين بعض الناس اللي دي سبيساليست دايرين بحال البنكه، كيجي كيقول لك انا غادي نسلف لك مليار مثلا، وهاد الناس هادو راه كيمشي يتسلف، راه ما كيتسلفش 10000 درهم ولا 20000 درهم ولا باش يقمر، راه كيتسلف يقدر يسلف مليار 900 مليون 500 مليون. السلام عليكم. وهذاك اللي كيسلف له كيشرط عليه، كيقول له غادي نزيد عليك 30%. يعني الا خديت مثلا 100 مليون غادي ترجع لي 130 مليون، الا خديت عليا مليار غادي ترجع لي مليار و300، يعني كيربح. الور وطبيعه الحال هذيك الضمانه تاع الفلوس عبر شيكات، وكيدير معاه ليتريت مثلا غادي كل شهر تعطيني 10 مليون ولا 20 مليون. يعني هذاك السيد كيبقى خدام غير على القمر وعلى هذاك الكريدي، القمر والكريدي، القمر كيتسلف على هذا وعلى هذاك وعلى هذاك. في الاخر كيجيو دقه واحده كيدفعوا بهذوك الشيكات، كيحجزوا له على الاموال ديالو كامله، كيرجع يعني الى الصفر بهذا المعنى هذا، يعني الى الصفر.
كاين كذلك واحد السيد اللي كان كيلعب القمر بزاف كيقمر، وداك القمر يعني ديال كيتلاقاو يلعبوا الرامي. انا هاد الالعاب ديال الحظ انا ما كان كما نقولوا حنايا ما كنعرف لهمش، عمري ما لعبتهم. قلت كي كنا صغار كنا نلعبوا هذيك الروندا والسوطه وكارطة عاديه بحال المعنى. اذا شنو كيديروا؟ كيبقاو يقمروا، يقمروا ب 10000 درهم، كيلعبوا 20000 درهم، 30000 درهم، كان اللي يقمر على دارو، وكان اللي مجموعه تاع الامور. وديما هذاك القمار عنده واحد الهدف، خصو يلعب، وكي كيخسر تما فين كيزيد يجهل، خصو يعوض هذيك الخساره ديالو. وكيتلاقى مع شي ناس اللي متمكنين في الاخر وكيربحوه. واحد السيد في مدينه وجده كذلك كان مزوج وبخير بالدار ديالو بالطوموبيل ديالو، عنده مجموعه ديال الاراضي، وكان موظف واحد القطاع معين. وكثرت هذا القمر هذا كيقمر، بقى كل مره كينزل على الرزق، كل مره كيبيع حاجه وكيمشي كيقمر بها كيخسر الفلوس، كل مره كيبيع حاجه كيمشي يقمر بها باش يخسر الفلوس، وديما كيخسر، عمرو ما ربح كما نقولوا حنايا. حتى الطوموبيل الاخره ديالو بحا، المره ديالو كي قالت له علاش بعت الطوموبيل هذه، قال لها لا راني بغيت نبدل وهذه نجيب شي طوموبيل اخرى، انا عاد كنقلب وهذه وهذه. صافي ماشي مشكل، الزوجه ديالو تعقتو عنده وليدات. الزوجه ديالو ماشي من مدينه وجده، واحد المدينه بعيده. واحد النهارات قال لها ها هما الفلوس وسيري انت والوليدات دوزوا هذا الشهر هذا تاع العطله في داركم، انا راني خدام ومشغول ما غاديش نبقى نقدر نجلس معاكم مجموعه تاع الطموط. الزوجه فرحات، عطاها واحد المبلغ مالي كبير، مشات فرحات تبرعات. ولكن المفاجاه نهار جات راجعه لدارها كي دقات معاد الرفاعي، قال لك زعما انا دجا لعب الله خويا، والله ما نعرف لهم، غير كنسمع وكنشوف وكنسمع قصص ديال هاد الحالات اللي وقعوا. اذا كي مشات هي رجعت هي وليداتها، جات تفتح في الدار سارت وما بغاش يتفتح لها. قد قلت كيفاش واش هذا بدل الاخر شنو كاين شنو هادي. مشات عند واحد العائله ديال هافاتس كتعيط له في التليفون ما كيجاوبهاش في التليفون، كيجاوبها راني هنا مالوش بدلت الساروت، لا راه غير كان واحد كان واحد المشكل حتى نتلاقاو ونقول لك. جا عندها قال لها شوفي راه الدار غادي غادي ندير شويه ندير لها شويه اصلاحات ومسائل، راني غادي راني كريت لكم في واحد البلاصه مشيو تما وهادي، داهم من هذيك الدار ستابيليزا تما. السيد كان عندهم ابارتمون، كانت عندهم الدار دوزيام ايطاج، سقو كريم في ابارتمون. هي بقات كتسائل كيفاش هذا اللي بدل الساروت، كيفاش هذا كذا. هادي ضربت واحد الشهر ولا هادي، ورجعت لهاديك الدار تسول الجيران ودق، دقت في هاديك الدار خرجت لها واحد المرة، السلام عليكم اختي شكون انت يا راكي هنا؟ هي شنو جاب لها بالها بلي انه راه تزوج عليها، شكون انت؟ هادي راها داري منا ما كتعرفش الشريفه ديالها اش من دارك. قلت لها الدار حنا راه الراجل ديالي شراها، قلت لها علاش شراها؟ قلت لها شراها على واحد السيد خدام في بلاصه فلانيه. تما عرفات بلي انه الدار تباعت، وهي كانت عارفه راجلها ديجا كيقمر كي مشات واجهاته، قال لا انا فيا كريديات وكدا وهادي وراني دس الفلوس، هو خسر الفلوس كاملين بسبب هاد القضيه. السيده طلقات، السيد غرق راسو بالكريديات في البنكه مجموعه تاع الامور، في الاخر لقى راسو في الحبس بهالمهم. اذا شكون اللي كيخلي انه الانسان يتجه للقمار؟ بعض المرات غير اصدقاء السوء، كتشوف صاحبك لعاب، شوف هذاك كذا كيجي كيقول لك واجي نلعبوا شي ورقه انا وياك، كتقول له انا خويا خاطرني انا هذا الشيء عمري ما لعبته ما نعرفلوش ما فهملوش، خويا غير لعب نتايا خذ راحتك بهذا المعنى. النهار الاول الزواج حنا تقول لك راني ربحت انا 10000 درهم، والله يلا نايضه يلا نعرضك يلا. انت كتقاتش انت كتجي كتقول له ايوا اجي نلعبوا شي ورقه، كتلعب انت وياه يقدر عاوتاني يربح، كدوق الفلوس على القمار، من بعد كتعلم كتبقى تلعب بوحدك. صافي كل يوم كتمشي تقمر، كاين اللي يقمر ب 50 درهم في النهار، كاين اللي 100 درهم، كاين اللي كاع ب 500 درهم، كاين اللي دابا رجعوا دي جروب في الفيسبوك مجموعات خاصه ديال هادشي نتاع القمر.
قال اودي قطعوا الخاب كدا راه غادي تربحوا كدا سيتو هذاك الشيء تاع المقابله تاع لي ماتش قبل من نهي غير مع الماتشات واش الفرقه اللي وفلانيه ربحت واش العود وفلاني يدخل واش هادي واش هادي. كذلك واحد العام في الجديده قال لك شي 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 سراح ماشي سراح المهم السيد عنده فيرما وهادي عنده البقر عنده الغنم هبطهم للسوق وباعهم باش غادي يصلح الفيرما ديالو وغادي يدير واحد المشروع تما هبط معاه شي 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 300 يعني كي دار الفلوس داهم كاشي 300 مليون جاب معاه في لاباريز كان في واحد الاوتيل هذاك الاوتيل فيه الكازينو جلست تما شي اسبوع قعطيها غير القمر هو عمره ما قمر شاف لي زباراي تما وهذاك الشيء اللي كنشوفوه في الافلام ديال البوكر وتما خصكم تعرفوا باللي كاين سيرتو هذيك الزباراي اللي كيدوروا هذه كان دي الناس اللي مقابلينهم دي سبيسياليست كنا تفرجنا افلام بحال هكا خفت اليد يعني يقدر يربحك يقدر يدور هذيك ديال ما عرف كي كيسميوها الروليتا ولا كي كيدورها يطيحك في الرقم اللي بغيت يقدر يربحك ويقدر يخسرك بهذا المعنى. مشى نهار الاول ربح نهار الزوج ربح السيد كانت عنده شي 500 مليون شي 300 مليون ولا يعني بعد ديك البقر اللي كان عنده يعني عنده بزاف الكتيبه عنده مجموعه تاع الامور هذيك 300 مليون ربح شي 300 مليون اخرى السيد طمع انا قالت عندي كان عندي 300 مليون رجع 600 مليون الور هذا الاسبوع نكملوا هنايا الور هنايا القلب كما كيقولوا السيد بقى يلعب ويخسر يخسر 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 حتى خسر فلوسو كاملين نهار فاق من قلبه باش غادي عنده باش يسالي هذاك الاسبوع ديالو باش يخرج من الاوتيل يمشي بحالاته يخرج بصفر درهم يخرج برا حدا الاوتيل وبقى كيردح 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 حتى مات بهذا المعنى يعني باش بالفقصه يعني مات بالفقصه كما كنقولوا حنا. اذا الانسان يحاول دائما انه يتفادى اي تجربه لانه اي تجربه راه بزاف تاع الناس اللي مثلا حتى في الخمر انسان كيمشي غير يجرب كيلقى راسو تبل قار شي غير يجرب يلقى راسو تبل المخدرات الصلبه السلام عليكم هذا الموضوع انا راني عايش فيه اقسم بالله اليوم خسرت 1700 درهم شتي هو اخ معنا قال لك خسر 1700 درهم يعني هذا راه كان الناس اللي كتخسر حتى 60 مليون في النهار 50 مليون كي السلام عليكم اذا قلت لكم هذيك التجربه هي اللي كتؤدي الى التهلكه يعني اي حاجه كانت على الفساد ولا ديال القمار ولا ديال الخمر ولا ديال المخدرات كي كتجربها صافي كتمشي في هذيك الطريق هي من احسن الانسان ما كيجربش خصوصا القمار واحد البلية خوتي اللي خايبة بزاف يعني كما كنقولوا حنايا بلية اللي خايبة واحد الدرجة اللي ما كتصوروهاش يعني غادي تخرج على حياتك وتخرج على المستقبل ديالك. انا كنعرف واحد 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 فنان هنا في مدينة وجدة شنو غادي نقول لكم يعني سنين وسنين ممكن نقدر نقول لكم واحد 30 سنة هو خدام اللي كيدخل يعني الفلوس تاع بصح يعني واحد الوقيته اللي كان يقدر يدخل حتى 10000 درهم في النهار يعني يقدر يدار العمارات ودار الباب يلا هرب واحد الدويره يعني اليوم كما كنقولوا حنايا ما كاع هذيك الحياه تاع اللي كان يخدمها ما بحال اللي ما خدم حتى شي حاجه هو دابا كبر ما غاديش يبقى يقدر يغني ما عندوش لانتريت ما عندوش مجموعه تاع الامور خرج على حياته ولحد الان باقي غير يشد الفلوس من هنايا كتلقاه مخشي في واحد الكراج ولا في واحد الكافيه فوق في السده وكيقمروا بالألف درهم والألفين درهم مره ربح مره يخسر وحياته مشات خساره هكاك وكيما يقمرش بحال اللي بحال اللي بحال اللي بحال يجي شي حاجه الله يستر اللي بيزا يعني بليا بحال هذاك اللي كيدير الكوكايين الله يستر ولا يدير لي هيروين ولا الا ما دارش هذيك الماده كيبغي يحماق صافي يعني مجموعة تاع الأمور ديال الإدمان راه الإدمان ماشي غير في الكارو مثلا ولا في الحشيش ولا في الكوكايين ولا في الخمر ولا في الإدمان راه كان حتى بعض الممارسات اللي كاين
ليستر علاش الانسان يحاول انه ما يخوضش هاد التجارب. هو الاخ قال لك انا اليوم خسرت 1700 درهم. يا اخويا انت هذيك 1700 درهم الا كنت تخسر لي غير لا مويان تاع 1000 درهم في الشهر في النهار، راه عندك 30000 درهم في الشهر. 30000 درهم اضربها في في في, في, في 10، راه دارت 30 مليون في العام اخويا، راه ابارتومون. اذا خصك تراجع نفسك مزيان اخويا وتقول واش راني ندير، فهمت؟ وتحسب شحال من سنه وانت كتقمر وتحسب شحال من سنه شحال ضيعت ديال الفلوس في القمر اخويا الخالي، وتحسب شحال ربحت وشحال خسرت، وتراجع نفسك. تراجع نفسك وترجع للطريق، ترجع للطريق وتقول انا خصني نبدل حياتي ونبدل راسي. علاش هذوك الفلوس اللي خسرتهم انا كنت تقدر دير بهم مجموعه ديال المشاريع يا اخي. هذوك الفلوس اللي خسرتهم تقدر كنت طحت في ازمات في الخدمه ديالك وكتسلف على ناس، وهذه كانوا هذوك الفلوس غادي ينفعوك في هذوك الازمات ماشي غادي ينبوك. بالعكس حاول انك تبعد على الطريق تاع القمر. نقدر نقول لك انايا مره شرب وسهر وما تقمرش، واخا ما خصني ما نقولهالكش، ولكن نفضل انك مره تمشي تسهر ولا هذه، ولا غادي تضيع هذاك الشيء الله يستر اللي كتضيعو في الى هذه. يمكن هذه راه عندك القليله 1700 درهم. كنقول لكم انا اللي كيخسر 10000 درهم في النهار يعني كي غادي يجي 30 مليون، يعني كتضربها في 10 غادي تعطيك 90 مليون، تعطيك تضربها في كيل 10000 درهم عطاتك 30 مليون في الشهر. 30 انا سبحان الله تبارك الله فلوس كبيره اللي كتمشي. يعني الانسان يحاول يبعد على هذه الطريقه هذه، سيرتو الناس اللي عندهم الفلوس، وحتى الناس اللي ما عندهمش فلوس. ما يمكنش يا اخي نتايا كتخسر 50 درهم في النهار ولا 100 درهم اعتذر، وكي كتدخل دارك المره ديالك كتقول جيب زيت ولا جيب هذه ولا جيب مصروف ولا جايين الضياف ولا خصنا نخلص الضو ولا هذه، تقول لها ما عنديش، حرام عليك. وانت هي كتخسر 100 درهم غير في القمر. ماشي من الاحسن انه هذيك 100 درهم تجي تخسرها في دارك، تخسرها في دارك وعلى اولادك. وحتى الا من بعد زيرت ولا ما بقاش عندك فلوس كي كتفكر كتقول الحمد لله انا ماني نفسد، ماني نكمي، ماني نشرب، ماني نخسرهم على خوال خالي كما كنقولوا، ماني نقمر، ماني خسرتهم على داري، الحمد لله صافي ما يبقاش فيك الحال. ولكن نهار كتأزم ماديا واحد الازمه اللي ما تلقى لا باش تصرف ولا باش تقمر، تما عاد كتضربك الشهد على الراس وكتبقى تقول انا يا فين درت فلوسي وكان جمعت هذوك الفلوس وكان تما ما غاديش ينفعك الندم يا اخي. سيرتو الى فقدت شي خدمه ديالك ولا وقع لك شي مشكل ولا سلفت شي فلوس عرفت شي شاك السبب ديالو تقدر تدخل الحبس. هذا المعنى هذا. اذا خوتي خواتاتي كان هذا هو الموضوع الليلي ديالنا ديال القمار. تحياتي وتبارك الله عليكم.